الوفاء لأهل الأطاء عنوان بارز لهذه المبادرة التكريمية التي قام بها رئيس الجمهورية تجاه الفاعلين الاقتصاديين الأربعة والذين تم اختيارهم بعناية فائقة لا سيما مع التركيز في المجال الزراعي، الأمر الذي جعلهم يستحقون وسام ضابط الاستحقاق الزراعي. رئيس مجلس إدارة مجموعة وادي كندي صالح بكر عبد الرحمن ورئيس مجلس HPC عبود حاشم ومدير مجلس إدارة سوجيك تشات ورئيس الغرفة التجارية أمير الدودو أرتين، أربعة أسماء كرمت بناء على الجهود التي بذلتها في المجال الزراعي، وأن هذا التكريم الذي أتى تزامنا مع احتفال البلاد بالذكرى 58 لعيد استغلالها يعد تشجيعا صريحا وثقة إضافية لمواصلة الجهود في المجال التنموي والاقتصادي المبني على الجانب الزراعي، والذي يعد مصدرا حاما من مصادر الاقتصاد الوطني بجانب الثروة الحيوانية مع فتح الآفاق للقطاعات الأخرى. نحج مع رئيس الجمهورية نشكره، نادم راجل يهب الشعب حقه، الشعب يدور مرة واحد في الليل والنهار كلام شعب ما ينوم، إننا والله نشكره بس شو الآخر كه إننا ورا ما في التجار الآخرين كلهم كن في التجار دول 40% كلها صدحوا في الزراعة معنا وهدي ولا زول آخر وهدي، وأمس أمس هسا الناس اللي نينا الناس الأربع أسمهم من عظمنا كلهم قاعدين في الزراعة بس عشان شو الله مزيلا التجار الآخرين اللي ما سووا كلها أنينا في الليل والنهار في الليل والنهار كلهم نكلموا قاعدين هم زاتها كلها هسا عشان هم كلهم ما بينوا ما نعرف التجار الآخرين زاتها كلها كثير ما شاء دخلوا في سر الحيوانية الزراعة والبولية كلها دخلوا فوق ما شاء الله بارك الله فيكم هم كل شيء القصر ما في أنينا هم كل ما قصروا إني نزعت في التفكير هنانا كل ما نقصروا نزور إني وهم كل إن شاء الله يتابعوا رئيس الجمهورية كلام الوراد الزراعة ده قبل كل كلمتك كان دسيت والله كمان جاء التير كان كله كله أنت تلقى جور والريبة كلها أنت القرزات كلها إن شاء الله في أنت سمعت في زراعة كان سويتها الحمد لله تلقى قرص ها ابن آدم أنت سويتها والريبة تلقى تاكل فوق تشرب فوق اخوانك ياكل يشرب فوق ده قد ذات النعمه من الله وشو الاخر حق هل بكان الدسينه ده اذكر مرقو كله هم كلها يفرق. وتاتي هذه البادره لتؤكد جديه النداءات المختلفه التي اطلقها رئيس الجمهوريه بحث المواطنين بالتوجه نحو الاهتمام بالزراعه والثروه الحيوانيه.